النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، التي نبدأها من آخر صور الأقمار الاصطناعية التي تشير إلى تدفق كميات كبيرة من السحب والغيوم باتجاه المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. جزء من هذه السحب عبرت خلال ساعات صباح هذا اليوم الأربعاء، جلبت معها بعض الزخات من الأمطار في المنطقة الشمالية من المملكة، في حين أنه في ساعات ما بعد الظهر بدأ يتحرك المنخفض الجوي الذي أشرنا إليه مسبقا، والمصنف بأنه من الدرجة الثانية، من مناطق تقريبا جنوب تركيا باتجاه المنطقة الشمالية لجزيرة قبرص. هذا المنخفض الجوي مترافق مع ما يسمى بجبهة هوائية تبدأ بالعبور تدريجيا خلال ساعات هذه الليلة. وإن أخذنا صورة أقرب للأقمار الصناعية للمملكة، نجد أن كميات السحب التي عبرت في سماء المملكة صباح اليوم قد اتجهت شرقا مبتعدة عن المملكة، في حين بدأت هناك كميات وحزم كبيرة من السحب الممطرة بالتحرك من شرقي البحر الأبيض المتوسط باتجاه المناطق الشمالية، ومن المتوقع عبور كميات كبيرة من هذه السحب أجواء المملكة هذه الليلة وصباح يوم غد، وهي سحب من النوع الممطر لتشمل مناطق مختلفة من جنوب وشرق ووسط وشمال المملكة بمشيئة الله تعالى. بالنسبة لتوقعات المحاكاة الحاسوبية للأمطار وفتراتها، إذن في الوقت الذي سجلت وتسجل به هذه النشرة هناك جبهة هوائية على مشارف عبور الأراضي الفلسطينية والمملكة. بعض الأمطار بدأت بالفعل بالهطول الآن في المنطقة الشمالية من المملكة من محافظات إربد وجرش وعجلون، هذه ما ترسمها أيضا لنا على في نفس الوقت وفي ذات السياق نماذج التنبؤات الحاسوبية تستشعر وجود هذه الجبهة الهوائية المرفقة بالأمطار في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. مع ساعات دخولنا في ساعات ليلة متأخرة وقبيل منتصف هذه الليلة، تكون بعض من هذه الزخات المطرية وصلت إلى أيضا أجزاء من المناطق الوسطى، وهذا الحزام المطري الممتد في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط هو مرافق لعبور هذه الجبهة التي ستبدأ تدريجيا بعبور أجواء المنطقة، حيث مع دخولنا في ساعات منتصف الليل قد تكون هذه الجبهة عبرت أجواء المملكة الشمالية والوسطى، وبالتالي تكون الأمطار متركزة في المنطقتين الشمالية والوسطى المملكة وأجزاء حتى ربما من المناطق الجنوبية. ومع ساعات الفجر يكون اكتمل عبور هذه الجبهة الهوائية، وبالتالي يتوقع أن تكون الأجواء في ذلك الوقت باردة وغائمة وماطرة بمشيئة الله تعالى في مناطق عدة من المملكة. بعض من هذه الفترات الممطرة تكون غزيرة أحيانا مسببة ارتفاع في منسوب المياه وجريان للأودية والشعاب في مناطق مختلفة. صباح يوم غد الخميس يتوقع كما تلاحظون اكتمال عبور هذه الجبهة، الأجواء تكون ماطرة في مناطق عديدة من المملكة مع ساعات صباح يوم غد. مع ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة وحتى صباح يوم غد أيضا الفرصة مواتية لتشكل الضباب في أجزاء مختلفة من قمم المرتفعات الجبلية العالية، ذلك نتيجة عبور ومرور لسحب منخفضة ملامسة لسطح الأرض مرافقة لعبور هذه الجبهة الهوائية. تبقى فرص الأمطار واردة خلال ساعات نهار يوم غد الخميس. الأجواء هذه ليلة ونهار يوم غد هي أقرب إلى الشتوية منها إلى الخريفية، الطقس سيكون بارد نسبي غالبا غائم وهطول الأمطار على فترات بمشيئة الله تعالى في مناطق مختلفة من المملكة. مع ساعات بعد الظهر والمساء يتوقع أن يبدأ هناك تراجع في رقعة انتشار هذه الأمطار وتراجع في فرص الهطول، تصبح أكثر محلية وأكثر متباعدة وتبقى لكنها موجودة حتى في ساعات الليل بالرغم من تراجع هذه الفرصة، لكنها تبقى هنا وهناك وفي مناطق متناثرة من المملكة. بالنسبة لكميات الأمطار المتوقعة بمشيئة الله تعالى خلال فترة تأثير هذا المنخفض الجوي، فهي على تقريبا قد تقدر أن ستكون تقريبا في المناطق الشمالية من المملكة ربما تصل إلى تقريبا ما يفوق 30 ملم في بعض المرتفعات
مرتفعات فيها المناطق الوسطى بما فيها غربي العاصمة عمان، تتراوح تقريبا كميات الأمطار ما بين 15 إلى 30 ملم، والأمطار تصل إلى المناطق أيضا الشرقية من المملكة التي ربما تصل بها كميات الأمطار حوالي تقريبا ما بين 10 إلى 15 ملم، كذلك ما هو في المرتفعات الجبلية الجنوبية من المملكة وربما أقصى مناطق البادية الجنوبية الشرقية وحتى منطقة وما حوض خليج العقبة سيكون تقريبا بمنأى عن كميات مهامة من الأمطار. أيضا وجب التنبيه بأن بعض المناطق بشكل نطاقات ضيقة ربما تسجل أعلى من هذه القيم في بعض مناطق شمال ووسط المملكة. عودة إلى توقعات الأحوال الجوية هذه الليلة، إذا كما وصفنا سابقا طقس سيتحول ليصبح شتوي مع مرور ساعات الليل، وبعد منتصف الليل سيكون هناك اكتمال لعبور الجبهة الهوائية بحيث يكون الطقس باردا وغائما وماطرا في مناطق مختلفة من شمال ووسط المملكة، يعني تمتد لاحقا إلى بعض الأجزاء الجنوبية والشرقية من المملكة. هذه الأمطار تكون أحيانا غزيرة وقد تترافق مع حدوث الرعد. درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة تكون تقريبا حوالي 15 درجة مئوية في عموم العاصمة، لكنها تهبط دون ذلك فوق المرتفعات الجبلية، تسجل تقريبا حوالي 13 إلى 12 درجة مئوية في المناطق العالية. الطقس ماطر والرطوبة النسبية 95%. نهار يوم غد الخميس يكون الطقس باردا نسبيا وغالبا غائم مع هطول الأمطار على فترات بمشيئة الله على في مناطق عدة من المملكة، وكما ذكرنا مع ساعات ما بعد العصر تتراجع فرص الهطول مع بقائها قائمة على شكل زخات عشوائية. نتعرف سويا على درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهار يوم الخميس والصغرى ليلة الخميس على الجمعة، والأجواء المتوقعة غدا في محافظات ومدن المملكة. نبدأها شمالا من إربد من 19 إلى 15 درجة مئوية، في عجلون من 16 إلى 11، في جرش من 19 إلى 14، وفي المفرق من 19 إلى 12 درجة مئوية مع أجواء ماطرة. في العاصمة عمان من 16 13 درجة مئوية، في السلط من 18 إلى 14، في مأدبة من 17 إلى 12، وفي الزرقاء من 20 إلى 13، أما في البحر الميت فترتفع العظمى غدا إلى 26 درجة مئوية وتكون الصغرى في ساعة الليل 21 درجة مئوية. المناطق الجنوبية تكون في الكرك من 13 إلى 10، في الطفيلة من 16 إلى 12، في معان من 17 إلى 8، وفي الشراء من 14 إلى 11، أما في خليج العقبة فترتفع العظمى بها إلى 27 درجة مئوية في ساعات النهار، في حين تهبط الصغرى ليلا إلى 16 درجة مئوية. وتميل الأجواء هناك تصبح أكثر لطفا مما كانت عليه في العديد من الأسابيع الماضية. المناطق الشرقية من المملكة تكون في رويشد من 19 إلى 9، في الصفاوي من 19 إلى 10، وفي الأزرق من 20 إلى 12، مع أجواء غالبا غائمة وفرص لهطول الأمطار أحيانا في تلك المناطق. قبل الختام هناك بعض التوصيات الهامة بشأن الأحوال الجوية التي تتأثر بها المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة والأحوال الجوية المتوقعة خلال ما بقيت هذا الأسبوع. نبدأها إذا بالأجواء يوم الخميس، تكون غالبا غائمة مع هطول أمطار على فترات من 16 درجة مئوية نهارا 13 درجة مئوية ليلا. يوم الجمعة تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي بحيث تتهيأ الفرص في ساعات ما بعد الظهر لأن تهطل بعض الزخات الرعدية من الأمطار، وتكون العظمى 18 درجة مئوية في ساعة النهار، وتهبط الصغرى 13 درجة مئوية، وتكون هذه الفرص موجودة تحديدا في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة. أما يوم السبت فتميل الأجواء للاستقرار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، تسجل العظمى في عمان 20 درجة مئوية في ساعات النهار، في حين تهبط الصغرى في ساعات الليل إلى 15 درجة مئوية، والأجواء تبقى ملبدة بالغيوم والسحب. التوصيات بشأن هذه الأحوال الجوية السائدة في المملكة، الأمر الأول هو الابتعاد، وينصح طبعا بالابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق التجمعات المائية والمناطق المنخفضة وأيضا مناطق السيول والشعاب. الأمر الآخر هو القيادة بحذر فوق المرتفعات الجبلية العالية نتيجة الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، كما ننبهكم من الفروقات الحرارية الكبيرة ومدى اختلاف الطقس وانخفاض درجات الحرارة في إبان تأثر لك بهذا المنخفض الجوي، وأيضا الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. لمتابعة المزيد من التنبيهات والتحديثات بشأن الأحوال الجوية في المملكة دائما زوروا موقعنا الإلكتروني arabiaweather.com أو حملوا تطبيق طقس العرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.